كما قرأت في العنوان، تأمين الحساب على الفيسبوك. طريقة باش نأمنوا الحساب ديالنا على الفيسبوك بهذه الفلاشة هذه كتباع في أمازون. أقوى حماية هي اللي كاينة هي الفلاشة هذه، كتمشى بالبصمة، هنا بالبصمة هنايا. واخا غادي نتعرفوا على الطريقة كيفاش غادي نأمنوا الحساب ديالنا ديال الفيسبوك باش ما يتمش السرقة ديالنا الحساب ديالنا على الفيسبوك، وكتكونوا خدامين عليه شحال هادي ويدي لكم. والطريقه ديال التامين يعني القناه ديالكم ديال اليوتيوب، باش تامنوا القناه ديالكم غادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو، تعرفوا كيفاش تامنوا الحساب ديالكم، اقوى حمايه للحساب ديالكم على اليوتيوب. ويطلع لكم هنا علامه الاي. واخا الطريقه اللي نتعرفوا عليها، غادي نمشيو دابا ندخلوا الفيسبوك عادي، تدخلوا الفيسبوك ديالكم عادي. شنو هو؟ كنجيو ندخلوا البارامتر ديال البلاصه هذه كلها، وكيفاش الحساب عنده هنا، تدخلوا الاعدادات والخصوصيه كنكليكيو عليها. من بعد كنجيو هنا الاعدادات، هاي الاعدادات فوالا. واخا هنا كنجيو هنايا الامان وتسجيل الدخول، كنكليكيو عليها بحال هاد الشكل هكايا. باش نأمنوا الحساب ديالنا على الفيسبوك، هذه هي اقوى طريقه اللي كاينه باش نأمنوا الحساب ديالنا على الفيسبوك. واخا هنايا هنايا نهبطوا هنايا، نزيدو نهبطوا، كنجيو لهاد البلاصه هذه، هي استخدام مصادقه ثنائيه. هاد البلاصه هذه هنايا كنجيو هاد البلاصه هي تعديل، كنكليكيو عليها فوالا. مزيان كيعطينا هادشي هذا. شنو هو؟ كنجيو هاد البلاصه هادي، في مكتوبه هنا مفتاح الامان، مكتوبه هي مفتاح الامان، يمكنك استخدامه مفتاح الامان فعلي لمساعده على حمايه حسابك على الفيسبوك من الوصول الى عبره غير المصرح به، لكن تحتاج الى ادخال الرمز. فوالا هذا هو اقوى مفتاح امان، هو هذا غادي نستعمله دابا حاليا. شنو كنديرو؟ استخدام مفتاح الامان، كنكليكيو عليها. فوالا مزيان هكايا كيعطينا، قالك ادراج مفتاح الامان. اذا كان لديك مفتاح الامان، مفتاح الامان USB، يمكنك استخدامه لحمايه حسابك على الفيسبوك. واخا حنا نديرو تسجيل، تسجيل مفتاح الامان، كنكليكيو عليها. فوالا هنايا كيطلب لنا مفتاح الامان. دابا دابا حاليا غادي نديرو مفتاح الامان، وهذا هنا طلبنا ادخل مفتاح الامان، احنا دخلناه. بغا نديرو البصمه ديالنا فوالا. مزيان فوالا، غادي ندور لكم تشوفوا يعني الضو ديالو اللي كيشعل باش نشوفوا. عندي غير تليفون واحد كنسجل بيه، غادي نوريكم دابا حاليا. هنا باش تعرفوا الطريقه، وهنايا درت هنا كدير البصمه ديالكم. بعد ما دير البصمه كيعطينا مباشره هاد لاباج هادي، غادي نوريها لكم دابا تشوفوها. كما راكم تشوفوا معايا هنايا، هي مصادقه ثنائيه هنايا، راه هنايا انا مصادقه ثنائيه قيد التشغيل. حنا نديرو هنا يتم، ستطلب منك اجراء تحقق غير الطريقه الامان التي سنتعرف عليها الاستخدام حول دخول من جهاز او مصدر غير معروف. واخا نديرو تم. واخا هنايا غادي نديرو كلمة المرور ديالنا، الصفحة التي تحتوي استخدام إعداد إدخال كلمة المرور. واخا هنا غادي نديرو المودباس ديالنا اللي كندخلو به دايما. هنا نديرو متابعة، فوالا. هنا هي طريقة الأمان الخاصة بك، مفتاح الأمان، ستتم مطالبتك باستخدام مفتاح الخاص بك للتحقق. فوالا مزيان، سنطلب منك رمز حقيقة الأمان التي ستخدمه إلى احضان المحاولة.
فوالا مزيان دابا هكايا حنا هيا عندنا مفعل مفتاح الأمان دابا حنا هو خدام عندنا مزيان رمز الاسترداد هنايا هنا الطريقة ديال رمز الاسترداد هنايا ندخلو هنا الحالة ندخلو الإعدادات نشوف هذا الرمز ديال الاسترداد الحصول على الرموز هذه ديال يعني تحصلوا على الرموز في حالة ما تفضل لكم يعني تلفكم هذا المفتاح الامان اللي هو اللي درتو سيكوريتي الفيسبوك واخا حنا نديرو الحصول على الرموز فوالا مزيان هنايا عطاني هما عطاني الرموز هادو كدير لهم يعني تسكانيهم ولا فوالا هادو تسكانيهم هاد الرموز هادو بهم في حالة ما كان مشى لكم هاد الكلي هذا او اس بي سيكوريتي لا مشى لكم بهم تردوا هاد الارقام هادو تردوا الفيسبوك ديالكم فوالا هما الرموز عطاونا اكواد فوالا هنا ندير هنا اغلاق صافي هنا الاكواد هادو غادي نقيدهم انا ان شاء الله واخا حنا نديرو اغلاق فوالا هذا الرموز ديال الاسترداد الحساب ديالكم في حالة ما ضاع لكم هاد الكلي اس بي بهاد الرموز هادو غتردو الحساب ديالكم فوالا مزيان دابا كنتسنى كملنا الخطوات يعني ديال تأمين الحساب ديالنا اللي هو الفيسبوك حنا كملنا الخطوات بالنسبة اللي ما عندوش هاد الكلي اس بي يحاول يجيبها لحقاش مزيانة للحماية راه ما غاليش بزاف كاين في امازون دايره شي 43 دولار شي 43 دولار هادي لحقاش ديال البصمة وكاينه وحدة اخرى رخيصة شوية دايره شي 20 دولار ولا 23 دولار واخا هادشي اللي كان عندنا خوتي اليوم بالنسبه للناس اللي مازال ما امنوش الحساب ديالهم ديال اليوتيوب حقاش وقعوا بزاف ديال السرقه بزاف ديال القنوات سرقوا ديال اليوتيوب وشنو هو ما امنيش الحساب ديالهم يعني ديال التحقق بخطوتين على الاقل اللي ما عندوش هاد الكلي او اس بي هادي واخا نبدا لكم اللي ما عندوش هاد الكلي او اس بي هادي ديروا التحقق بخطوتين غادي نخلي لكم الرابط الفيديو اسفل في صندوق الوصف باش يعني تحققوا ديروا التحقق بخطوتين للحساب ديالكم ديال القناه تاع اليوتيوب او شي جيميل راكم خدامين به هذيك حتى هي حمايه زوينه وقويه حتى هي في حالة ما عندكم شي هاد الكلي اس بي لما عندكم شي ديروا التحقق بخطوتين باش تحميوا القناه ديالكم الخوت من السرقه حقاش بزاف ديال الناس راهو سرقت لهم القنوات ديالهم باش تحميو القناة ديالكم الخوت ماشي انسان كيضرب عليها تمارة في التالي يجي واحد اخر يديها لكم كيصير ونزيد نوصيكم بواحد القضية في حالة ما وصل لكم شي مي شي 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 ميساج في الجيميل ديالكم كيقول لكم حقا تربحوا معنا 200 دولار ولا تربحوا معنا شي حاجة كليكي هنا دخل هنا دير المود باس ديالك ودخل اين فوا ديروا المود باس ديالكم انتم كتقراو بان غادي تربحوا شي 200 دولار ولا 100 دولار وفرحانين غادي ديروا المود باس كتدخلوا كديروا جيميل ولا المود باس صافي كتدخلوا كيتم اختراق القناه ديالكم كيدير لكم القناه ديالكم بها بكل شيء لا دائما ردوا بالكم في هاد الحوايج هادو وبالنسبه للناس اللي مازال عاد ما عرفش عاوتاني القناه ديالو واش هي اللي هي اكتيفيه في جوجل ادسنس عاوتاني هاد الطريقه زوينه خصكم تراقبوها غادي نخلي لكم الرابط ديالها اسفل الفيديو ضروري تدخلوا تراقبوا هذا الطريقه هذه واش هي اللي راه كاينه القناه ديالكم ديال اليوتيوب واش هي اللي راهم اكتيفيا في جوجل ادسنس كتعرفوها بواحد يعني بالرقم التعريف ديال جوجل ادسنس غادي نخلي لكم الرابط ديال لا فيديو اسفل صندوق الوصف اسفل الفيديو تدخلوا غادي تعرفوا كيفاش تشوفوا واش القناه ديالكم هي فريمون اللي هي كاينه في جوجل ادسنس ولا لا ولا راه غيروا لكم يعني جوجل ادسنس ديالكم هادشي اللي كان عندنا الصح اليوم اخوتي وان شاء الله كان شي حاجه جديده مرحبا بكم خليو لي الكومونتير شي حاجه بغيتوها انا مستعد نجاوب الكومونتير ديالكم والسلام عليكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.